السلام عليكم. اسمع السالفة اللي حصلت في محاولة اغتيال السفير الإماراتي في سنة 82. السلام عليكم. طبعا المفروض قبل لا تسمع أي قصة يكون قدامك دلة قهوة وحلو، لذلك أنا جايب لكم هالمنتج الجميل من حلويات اسطنبولية. ما شاء الله منتج ضارب وشغلهم حلو وراقي وبيض الوجه. هذه العلبة اللي قدامكم محشوة فقط بالفستق، شيء تبارك الرحمن. هذه شوف ما شاء الله ذوب بيدك، شوف شلون لو تاكلها زين. لكن الصدمة في الموضوع وين؟ جوزية من اسمها جوز عين الجمل، ترى الكيل والجوز بروحه غالي، بس شيء تبارك الرحمن حلو. طبعا بوكس الفستق هذا الحجم الكبير في 70 حبة بقيمة 13 دينار، وكذلك الجوزية هذه فيها 35 حبة بقيمة 12 دينار. الصراحة أسعارهم جدا معقولة. طبعا حلويات اسطنبولية عندهم حاليا 7 أفرع بالكويت في منطقة الروضة والشامية والخالدية واليرموك، وكذلك الرحاب والقيروان، وحق أهل الأحمدي في منطقة بوحليفة. طبعا عندهم أفرع كذلك في الخليج، موجود في السعودية وعندهم في الإمارات وكذلك في قطر. راح أحط لكم حسابات الموزعين في الدول الخليجية أسفل الرابط، إن شاء الله بحط لكم أرقام هواتفهم للطلب، وكذلك حسابات الموزعين في دول الخليج وحسابهم على الإنستغرام. بس تكتب اسطنبولية راح يطلع معك، لكن بحط لكم صورته. وعليكم بألف عافية، فمان الله، مع السلامة. السلام عليكم. قصص الاغتيالات في الكويت في السبعينات والثمانينات كانت يعني بشكل كبير، وهذا السبب يرجع حق موضوع منظمة التحرير. ذكرنا القصص كثيرة، وأنا ترى مو متعمد ولا هم في بالي بيني وبينكم، لكن هذا اللي حصل. كل اغتيال يحصل في الكويت كان وراء منظمة التحرير الفلسطينية. اسمع السالفة اللي حصلت في محاولة اغتيال السفير الإماراتي في سنة 82. في السبعينات في ولد فلسطيني اسمه حسام حمدان. حسام حمدان دخل الكويت في 74 التحاق بعائل على أبوه. أبوه يشتغل في أحد الوزارات بدولة الكويت، وكانوا ساكنين في منطقة ينقال لها منطقة صليبخات، لأن صليبخات من أقدم المناطق في الكويت، في أقدم منها كذلك. المهم حسام لما حضر في الكويت درس الابتدائية وخلص المتوسطة ودخل الثانوية. لما طلع من الثانوية ما جاب النسبة اللي ممكن تأهله يدخل الجامعة. على فكرة فلسطينيين قبل يدخلون عادي في جامعة الكويت، لكن هذا حسام ما جاب نسبة، لذلك سافر للعراق. راح قدم على جامعات العراقية، كذلك ما قبلوه، نسبته ما أهلت أنه يدخل الجامعة. قالوا له في جامعة في تركيا في أنقرة ممكن أنه يقبلونك، فسافر للعراق عشان يقدم على الجامعات اللي هناك، كذلك ما قبلوه لأن نسبته ما تأهله أنه يدخل الجامعة. قالوا له في جامعات في أنقرة في تركيا ممكن أنه تقبلك ويقبلون بالنسب الضعيفة، وفعلا سافر إلى أنقرة. هناك تعرف على مجموعة من الفلسطينيين. شنو قصتهم؟ هذول مدعومين من منظمة التحرير، لكن المنظمة المنشقة كانت معادية لمنظمة ياسر عرفات، وكانوا موجودين في جميع الدول مثل ما قلنا القصة اللي فاتت، اللي هو زعيم المنظمة ينقال له نضال، وكان موجود في العراق ومركزها الرئيسي في العراق، لأنهم كانوا يدعمون أيامها ضد منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت موجودة في الكويت. دعاة الشباب اللي موجودين هناك من أعضاء المنظمة المنشقة منظمة أبو نضال يسولفوا له عن المنظمة شلون يلتحق فيها. قال أنا بقدم. قالوا قدم كتاب. قدم كتاب حق المنظمة، لكن ما قبلوه لأنهم ما يقبلون أي شخص إلا بعد ما يعني يتأكدون منه هل هو فعلا يصلح أنه يكون
كعضو أو مجرد صديق. في البداية حطوه كصديق فقط إلى أن يثبت جدارته في أنه يكون عضو في المنظمة. وبالفعل مع السنين انتقل وسافر إلى العراق عشان يكون قريب من منظمة أبو نضال. وكان أيامها في السبعينات احصلت واقعة، الإمارات الله يحفظ شعبها ويحفظها الديرة ألقت القبض على مجموعة من أعضاء منظمة أبو نضال بتهمة تهريب السلاح، وكذلك بتهمة الاشتراك في جريمة قتل وزير شؤون الدولة الإماراتي اللي مات بالخطأ أثناء عملية اغتيال نائب رئيس الوزراء السوري عبد الحليم خدام. كانوا بيقتلون عبد الحليم خدام بالغلط، اذبحوا الوزير الإماراتي. لذلك تحركت الإمارات واستطاعت أن تلقي القبض على مجموعة كبيرة من أتباع أبو نضال. هني أبو نضال في العراق بدأ يبي ينتقم، حاول يضغط عليهم لكن الإمارات رفضت رفض تام التنازل أو التصالح معاهم، وحكمت عليهم بالإعدام وخذوا حقهم. لكن منظمة أبو نضال تبي تثبت حق العالم قوتها، لذلك قالوا إحنا لازم نقتل أحد السفراء الإماراتيين في أي دولة في العالم كنوع من الرد على قصة اعتقال مجموعة أعضاء أبو نضال. وبالفعل تم اختيار حسام حمدان بما أنه عنده إقامة في الكويت، لأنه كان عايش بالكويت وهلا بالكويت، فيقدر يدخل الكويت ويطلع بشكل سهل وما حد راح يشك فيه. لذلك اختاروه وقالوا له خلاص راح نخليك عضو رسمي في المنظمة، لكن نبيك تقتال لنا السفير الإماراتي اللي موجود في الكويت. قال لهم أوكي. قالوا له شوف حبيبي، هذا مسدس كاتم صوت، وكذلك هذه تذكرة إلى إسبانيا، أول ما تقتله تسافر على طول إسبانيا. قال تمام، وعلموا الخطة. طبعا وين اجتمعوا معاه؟ عطاه سافر من العراق جاء الكويت، فتواعد مع أحد أعضاء أبو نضال في حديقة البلدية، هذه اللي علميني حديقة البلدية اللي ذبحتوني عليها، قول لنا قصة هذا اللي علميني شوفوها، هذه هي هذه حديقة البلدية، سالفتها سالفة خائسة ماني قايلها لكم، يمكن أتهور أقولها لكم. المهم التقى معاه في كان كشك هني، وإلى اليوم ترى سبحان الله الكشك هذا موجود من السبعينات إلى اليوم. طبعا الحكي الحين هذا اللقاء في الثمانينات، في 81 82 التقوا بحسام وعطوه المسدس والتذكرة وعلموه الخط وإنه شلون يروح للسفارة وشلون يدخل. شوف الخطة اللي كانوا مسوينها. حسام حمدان راح السفارة الإماراتية، والحكي هذا في شهر 10 سنة 82، طق باب السفارة ودخل ولا هذول الاستقبال. نعم، قال ما أنا بلتقي بالسفير الإماراتي. قالوا لا، السفير الإماراتي مو موجود، لكن موجود القائم بالأعمال السفير الإماراتي محمد الجويعد. قال أوكي بلتقي فيه. قالوا لا أوكي ما في مشكلة. كلموا الجويعد قالوا لا في صحفي، وهو قايل لهم؟ قال لهم أنا صحفي تبع مجلة كانت أيامها مشهورة، مجلة لبنانية، ونبي نتكلم عن أوضاع لبنان ما لبنان. قالوا لا ما في مشكلة، مدام صحفي خليه يصعد. والكويت كانت دولة أمان، يعني السفير أي دولة خليجية في الكويت ما يحتاج إلى الحراسة وكذا، لأن ما كان عندهم عداوة خصوصا السفراء، دائما السفير هو سفير إنساني لكل بلد، فهذا ما يخاف على نفسه لأنه ما يظلم أحد ولا يتدخل في الأمور اللي فيها مشاكل للناس، بالعكس يحل مشاكل الناس. كان مأمن اللي هو القائم بالأعمال السفير الإماراتي محمد الجويعد، قال خلاص صعدوا فوق. صعدوا وياه وكانوا معاه ثينة من السفارة الإماراتية. دخل حسام وقعد عند الجويعد قدام،
آمر حياك الله، قال أنا متسولف عن الأوضاع اللبنانية، قال لي ما في مشكلة. فطلعوا الموظفين السفارة وقاعد ياخذ ويتبادل مع الحديث. يعني أول ما بدأ مع الكلام طلع حسام من الجنطة رسالة، قال له أنا عندي لك رسالة اقراها بس قبل أن نبدأ اللقاء. قال له أي ما في مشكلة عطنيها. أعطاه الرسالة. الجويعد على نياته مسك الرسالة يقرأ، نزل راسه. على طول حسام طلع من الجنطة اللي معاه مسدس كاتم الصوت وضرب على طول أول طلقة. سبحان الله، حاشت شفايف جويعد، وعلى طول ايش سوى؟ ردة فعل طبيعية، على طول حط ايده على وجهه على المكان اللي انصاب فيه وقاعد يصارخ. قام حسام لأنه ما ضبطت معاه أول طلقة، قام وسدد له أكثر من طلقة. سبحان الله، كل الطلقات كانت يا بكتفه يا بإيده يا سبحان الله. مع صراخ الجويعد دخلوا موظفين السفارة وحاول حسام أنه ينحاش، قام يركض وخافوا منه، عنده مسدس يرمي يرمي واخروا عنه ويحاولون أنه يمسكونه. قام يركض لين يبي يعدي باب السفارة. الغبي أول ما بغى يطلع من باب السفارة ما يدري أن الباب جام، قام وضرب على طول وجهه باب السفارة الزجاج هذا وطاح على طول مغشي عليه. امسكوه كتفوه وحالوه لرجال الأمن. طبعا الله نجى القائم بالأعمال السفير الإماراتي محمد الجويعد وسلمه الحمد لله، لكن تم حالة حسام للمحاكمة، وبالتحقيق معاه قام اعترف أنه يتبع منظمة أبو نضال، منظمة اللي هي الثورة اللي مضادة لمنظمة التحرير اللي في الكويت، وأن هذا كان رد على اعتقال أعضاء المنظمة من قبل الإمارات، وسالفة كانوا بيقتالون عبد الحليم خدام وقتلوا الوزير الإماراتي في الخطأ. مالكم بالطويلة، الكويت بعد عدة تحقيقات وكذا، وكانوا يبي يعتبرون الموضوع أنه جريمة سياسية، لكن أصروا أنها جريمة يعني جريمة الشروع بالقتل، فتم الحكم عليه بالمؤبد، وطبعا انسجن في 82. لكن كالعادة صدام، صراحة صدام سوى معروف بالمجرمين صراحة، يعني أغلب الإرهابيين كانوا يعني مسجونين بالمؤبد في السبعينات والثمانينات. الغزو هذا طلعهم أفرج عنهم وكلهم انحاشوا برا الكويت. هذه نهاية سالفتنا، والله يحمي جميع الدول الخليجية والعربية والدول الإسلامية رب العالمين وسفراءها سفراء الإنسانية. وفمان الله، مع السلامة.